اسمع بسعد بن الربيع رضي الله عنه يسأل عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول زيد: فأخذت أبحث عن سعد بن الربيع رضي الله عنه فوجدته تحت شجرة وهو في الرمق، ما به من موضع إلا فيه ضربة سيف أو طعنة رمح أو رمية بسهم. جئت إليه فأضجعته وجعلته على حجري، وأخذت أنفض التراب عن وجهه وعن بدنه والدماء تسيل منه. قلت له: يا سعد يا سعد يا سعد يا سعد بن الربيع، وبالكاد يرد، يفتح عينيه قليلا وينظر إلى صاحبه زيد رضي الله عنه وأرضاه. يقول له زيد: يا سعد، إن رسول الله يسأل عنك صلى الله عليه وسلم، إن رسول الله يسأل عنك ويسلم عليك ويقول لك: كيف تجدك؟ فقال له: وعليك وعلى رسول الله السلام، كيف رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يسأل عن رسول الله قبل أن يسأل عن حاله، كيف رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال له: هو صالح سالم. قال: الحمد لله، كل مصيبة بعد رسول الله جبل. بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم مني السلام، وقل له: إني قد أصيبت مقاتلي، إني قد أصيبت مقاتلي، وإني لأجد ريح الجنة. وبلغ قوم السلام الأنصار وقل لهم: لا خير فيكم إن خلص الأذى لرسول الله صلى الله عليه وسلم وفيكم عين تطرف، لا خير فيكم إن قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيكم رجل حي. أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مدرسة في الشجاعة، مدرسة في الجهاد، مدرسة في الصبر، مدرسة في الإخلاص، هكذا كان أصحاب رسول الله، ولنا فيهم أسوة حسنة.